السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مره اخرى في قناتي انيسه كوك بوصفه جديده، واللي هي عباره عن فطيره محشيه، وصفه بزاف بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوها. هذه الوصفه تلمو بنينه وبنينه وبلا بيض. انه المهم في هذه الوصفه انكم تخدموا عجينه بلا بيض، يعني حاجه مليحه. انا اليوم جيت حنديرها مي ما لقيتش البيض، ايدي لكم هذه العجينه. هنا اول حاجه نخدم هكا دقيقه ولا جفنه كما كل واحد واش يقول لها. ندير فيها نص كاس حليب مع نص كاس ربع زيت، يعني ربع زيت تاع الكاس، وكذلك نص كاس حليب. هنا شويه واحد زوج مغارف ديال السكر صغار مع زوج مغارف كبار تاع الخميره. وهنا راح ندير الخميره مع السكر، مع الاخير حنا ندير شويه لا لوفور. وبعد باش نضيف الملح، مع ما نديرش الملح مع الخميره لانه راح ما يخليش العجينه تحكم تخمر. الملح يثبط لكم عمليه التخمير. لذلك راح نضيف هنايا، ندير في الملح اي بيان سور. هنا اول حاجه راح نجيب شويه ديال الفرينه. هنا كما شفتوا راح نخلط شويه هكا بيدينا ونخليها، لانه نخلي لها شويه خميره ونخلي العجينه هذه شغلها كنخلي الخليط تاعنا يخمر غير شويه واحد ربع ساعه، لانه المزاج بالك شفتوا الحليب بشويه البخار تاعو مي كانني شويه يعني تفالي سخون، ماشي زعما دافي، مي نورمال تخدموا به عادي وتجيكم هاد العجينه تاعكم هايله، ماشي راح تطيب لكم الخميره، لانه كي الحليب كي يكون يغلي راح يطيب لكم الخليط تاعكم. مي انا هنا خلطته لا جوج قال لك قالت لي تولي لكم ثقيله شويه، بعد ربع ساعه نخلوها تخمر. راح نكمل كميه الفرينه لانه غايت ما تعجنني. قلت لكم هنا اليوم كنت حابه نصيف هاد، يعني ندير هذه الوصفه وندير هذه الحلوه، يعني ندير هذه الفطيره اللي بزاف بزاف نحبها. مي كان ما كانش متوفر عندي البيض، قلت لا غنجربوا وصفه بلا بيض، وجاتني ما نحكي لكمش اروع ما يكون، وجاتني خير من البيض. من داك ما نحبش ريحه البيض في الماكله، لذلك اخترت لكم هذه الوصفه ولازم تجربوها لانكم بزاف بزاف راح ممكن حتى تبرد لكم، مش تقدروا تاكلوها تلمو هشيشه وتلمو تدوب في الفم. هنا راح نشوفوا العجينه تاعنا الماء مستحى تكون يعني عاديه، لميناها مش حتى تجيكم يابسه، جوسكا طريه ما هي يابسه. هنا راح نحضر الحش وراح نقطع البصله تاعنا. درت هنا حبه بصل مع ثلاث طرشي ولا شحال حبيتوا ديروا، انا جوسك درت تشكتوكا. برك حنوري لكم هنا، نقول لكم برك فاش طيبتها. قطعت التشكتوكا تاعنا والبصل قطعتهم رقاق بيان سور. كذلك درت حبه طوماطيش بعد ما حمست هذاك الطرشي مع البصل مليح في المقله. اخر شيء درت له الفلفل الكحل وندير له بيان سور مع الاول نديروا الملح. خليهم يطيبوا بالزيت، يطيبوا غير بالزيت. كاين اللي يضيفوا لها الماء، هي ما تضيفولهاش الماء، ديروا غير شويه ديال الزيت مع يعني مع الطرشي تاعكم ولا الفلفل تاعكم، وراح تجيكم بزاف بزاف بنينه. بعد ما تطيب ويطيب لكم كامل هذيك التشكتوكات تاعكم، راح نضيف لها حبه طماطم قطعتها يعني مكعبات صغار، ونخليها جوج كطيب لكم هذيك الطماطم. راح نخليها تجيكم ناشفه، مش يعني تجيش هذيك الماء تاع البصل، لازم تشرب لكم كلش. كما راكم تشوفوا هنايا هذيك الحشوه تاعي انا حضرتها وكانت لي بارده، يعني لازم نبردوها، وبزاف بزاف بنينه. سورتو فلفل الكحل يضيف يعني للتشكتوكا يضيف له واحد الطعم بزاف بزاف بنين. انا الفلفل الكحل نستعمله في كلش، حتى انه نستعمله في السلطه. انا الفلفل الكحل ما تستغربوش ابدا لاني نعشق الفلفل الكحل. انا هنايا اول حاجه راح نحللها بعد ما ارتاحت لي العجينه تاعنا، لميناها وقلت لكم نخليوها ترتاح. راح نحللها بهذا الشكل الى دائري ونرجعوها كبيره. السمك تاعها ما تكونش خشينه وما تكونش يعني رقيقه بزاف باش نقدر نرفدها. واحد السمك تاعها واحد نصف سنتيمتر. راح ندير هذيك الحشوه كامل لهنايا، وكذلك كما شفتوا هنا الحشوه راح نسقمها شويه على شكل مستطيل باش تجيكم الشكل تاعها مسقم. هنا كما راكم تشوفوا هنا جبن رابي ولا جبن مبشور، استعملوا الجبن اللي حبيتو. هنا الجبن انا هدايا لقيته في الجروسيست يتباع بزاف رخيص ومليح وبنين، وانا يعجبني هذا الجبن يعني بكرين يعجبني نخدم به. راح ناخذ هديه شاريو مع باش وش يقولوا لها هديه، راح نقطع بها بهذا الشكل عجينه تاعنا، الاطراف تاع العجينه بهذا الشكل. راح ناخذوا الوسط هذه وراح نديروا لها هكا مع الاول، راح نوريكم بعد نديروا الجهه منا، وزيد نجيب الجهه الاخرى بهذا الشكل، زيد نجيب الجهه الاخرى
ونزيد نجيب الجهه الاخرى بهذا الشكل لغايه ما نكملوا كامل العجينه تاعنا. ماشي كيما تاع الطفيره هذه، لا هذه ماشي كاع تشبش العجينه تاع الطفيره، جوسكا ما تخلوش الحواشي هنايا، جوسكا هكا نكمل كامل العجينه تاعي. منكم ما تخافوش الحشوه مش راح تخرج لكم كامل من العجينه، بالعكس راح العجينه ديك تتنفخ وراح تجيكم هايله. هنا راحنا ندير حاجه هنايا باش زعما تقدروا تقرصوها بيديكم. انا جبت النقاش، بعداك النقاش اللي يجي مدور، حكمت هذوك الاطراف كامل بالنقاش، عطاتني شكل بزاف بزاف هايل وبزاف مليح كما بمن حبيتوا يعني تقرصوها. هنا قلت لكم هنا ما عنديش البيض، واش درت؟ درت شويه ملح، عفوا درت هنايا الحليب، شويه حليب شويه فرينه. وكيما اللصقه اللي كنا نخدموها بكري، لا هنا ماشي لصقه هاديه، درت شويه ملح. هنا درت شويه زعفران ولا ملون اصفر، نتوما واش حبيتوا واش عندكم. هنا هدايا هو مكتوب زعفران وبنفس الوقت ملون اصفر، الماركت زحتر ما اظن، هذا زحتر جوسكا تولي لكم هكا صفرا. ندهن كامل بها العجينه كيما شفتوها مع الاول، يعني تجيكم واحد الشكل تاعها بزاف بزاف هايل. استعملته انا في بلاصه او في مكان البياض او صفر البيض، عاده كاين اللي يستعملوا صفر البيض، انا هنا نقول لكم يعني فطيره بلا بيض. اي بيان سور هنايا نحطها طيب، بعد ما طيب لي في درجة حرارة هاليك شوفوا القوام تاعها صفرة وتكون طابت لكم من الداخل، باسكو ما حللتهاش خشينة بزاف كيما شفتوا، درتها رقيقة هشيشة. ما نحكي لكمش ما نحكي لكمش شحال شحال بنينة وشحال عجبتني. ومن دوكا قلت سيبو ما عادش نزيد نديرها بالبيض. وهاليك الحشوة تاعنا شوفوا بعد ما قطعتها كيفاش من الداخل طايبة ويعني بزاف بزاف خفيفة. ان شاء الله الوصفة تاعنا تاع اليوم